عليكم الامان لمدة 5 دقائق. لخمس دقائق اذا ما سلمتوا حالكم بدنا نفجر نخوة. عملية اقتحام مخفر 5 لتحريره كتيبة التوحيد من سعادة كتيبة احرار الفرات. سلمتوا حالكم؟ اللي سلم حاله يطلع من شرارة الشمال. يا شباب اللي بيطلع من المخفر بدون سلاح ما حدا يطلق عليه النار. علم؟ يا سيادة النقيب يا شركزي يا ما شركزي ها؟ الله اكبر الله اكبر الله اكبر. ليه خايف من التكبير؟ الله اكبر. لك حفره ثانيه حفره حفره. لا تقع كده خايف من التكبير. الله اكبر يا سياده النقيب. الله اكبر الله اكبر يا سياده النقيب. ولك حفره دمروها دمروها. ما ضل بنات اللي اغتصبوها بيت الاسد. ولك سلم حالك. ولك والله من فجر المخبر. ولك بموش كله طوقنا البار طوقنا. ولك معنا مدار طيران. فجر فجر فجر. استعد عمليات التفجير لمدة 3 دقائق. لمدة 3 دقائق. ما سمعتوا كلمة سر تفجير المخبر بالكامل. إذا بدكم تسلموا حالكم اطلعوا احكوا من الشباك. لا راح يسلم. تعال 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 ت